تم كانت قوات الشرطة للأمن الحضري 11 بأمن ولاية قسنطينة من ضبط مستودع غير مصرح به يقوم صاحبه باستغلاله كورشة سرية لصناعة الملاعق دون مراعاة الشروط المعمول بها في هذا المجال من الصناعات، حيث قام المعني باستغلال هذا المستودع كورشة سرية لصناعة الملاعق دون مراعاة أدنى الشروط، حيث مباشرة بعد التنسيق مع فرق قمع الغش لمديرية التجارة لولاية قسنطينة تم التوجه ومداهمة المكان استغلال المعلومات الواردة بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، حيث تم ضبط كمية فاقت 84,000 وحدة من هذه الملاعق بالإضافة إلى نفايات معدنية كان يستعملها المعني في عملية الإنتاج.